كوموديان فرونسي راس مالي جبان فما اثنين جثث معناها هما في حاله وفاه. لا هذيك خليها لليبيا. الى تكرم شهدائها وتعملهم دار للشهيد يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبه على الاقل. هذه اقوى حكومه في التاريخ السياسي. من انتم؟ لا روفي دو بريس باي كات اف ام من الاثنين للجمعه 9 متاع الصباح في كاتوريكو. صباح الخير اللي يسمع فينا كل مرة أخرى. اليوم الأربعاء 23 جانفي 2013 ونبدأ بالصباح اللي نقرأ فيها بعد أن رفضت أغلب الأحزاب المعارضة الانضمام إلى الحكومة. هل تلغي حركة النهضة التحوير الوزاري؟ إيش تلغي يا عمي؟ رحلة القنطاوي هي ولا مهرجان الزربية؟ يرحم والديكم، فما ناس الشعب يحب يرتاح منهم يا أخي. تعرشي كيفاش احنا ماذا بينا تعملونا كيف ستار أكاديمي؟ كل جمعة طلعونا ثلاثة وزراء نوميني والشعب يفوتي بالأسماس ويخرج واحد منهم. فصريح نلقاو هل تكون عيطة وشهود على تحوير وزاري محدود؟ أيوة، من جهة النهضة تقول اللي ماهيش باش تسلم في وزارة السيادة، ومن المعارضة ما تحبش تدخل تحت السقف هذا. بلاش نوع تحوير اللي نجم يصير، باش نجيبوا ناس من برا هما اللي كانوا في الانجلتير جاو، واللي في فرنسا روحوا، والباقي شريهم سليم الرياحي باش هبطهم يكاروا في كليب أفريقيا. في الصحافة محرزة العبيدي تقول الإعلاميون يربكون أشغال المجلس ويمسون من هيبته. يلا محرزاي، شكون يربك في الأشغال؟ الإعلام ولا النواب اللي ما يجيوش؟ الإعلام ولا الشاري والمنحة اللي تعاركوا عليها نهار كامل؟ وشكون اللي أفقد المجلس هيبته بالله سمحني؟ الإعلام ولا نايبة تحب تعمل دار الشهيد باش يتلقاو فيها؟ والإعلام ولا الراقدين في وسط المجلس؟ خلي من اللي منحية صباتها ومادة سويقاتها في الدروج، ولا اللي تصوت في بلاصة نايب غايب؟ سيبوا الإعلام يعيشكم في هذه وحدكم حتلتوهم وحدكم أفقدتو هيبته المجلس. هكا هو تو في وقت اللعب او يكلو، ومش لازم حتى اللي تزلق وهي تسايق في الفيراندا نتاعها تلصقوها في الاعلام. رئيسنا الدكتور المنصف المرزوقي في السعوديه، الجرايد حكيت مش على البعد الدبلوماسي نتاع الزياره ولا على المفاوضات اللي على بن علي وعائلته. في اخبار الجمهوريه نقراو في السعوديه مسؤول من الدرجه 5 في استقبال الرئيس المرزوقي، وفي جريده السور اهانه جديده للمرزوقي في السعوديه. سي المنصف كيف وصل للسعودية نهار الاثنين استقبلوا في المطار نائب أمير منطقة الرياض، معناها وزير الفلاحة متاع أثيوبيا يتحسب أوباما مقارنة بسيد هذايا. وقتها التعليقات كثرت، فما اللي قال المرزوقي بعثوا له وزير الفلاحة متاع أثيوبيا على قد صلاحيته، لا أثيوبيا فيها فلاحة ولا سي المنصف عنده صلاحيات. ربي يستر للسفرة جاي استقبلوا مدير بوسطة متاع تشاد ولا مراقب خط في مدغشقر. حسنوا غدوة المولد وكل عام وانتم حيين بخير. في السور نقراو عصيدة المولد مفتي الجمهورية يعكس الهجوم على شيوخ الفتنة. يا بهي احنا بكري كان سمحت المفتي ما نسمعوا به كان في هلال رمضان ولا في هلال العيد، وبقيت العام خبر لي ان شاء الله ما قعدوش عندك اللي ريفليكس متاع الهلال جار. لقد تعذر علينا رصد بوفريوت العصيدة، وبذلك تكون عصيدة تسنيع عصيدة زقوقو مثلا تصورها. ومع كل احترامنا لسماحة المفتي هذا جستر على سبيل الفلكة، ما نصورش يتعامل هكا في حياته اليومية ولا رأي تعطي حاجة كيف. لقد تم رصد زوز باقيت من عند العطارة اللي في راس النهج، وبذلك يكون غداء يوم الأربعاء 23 جانفي في 2013 الموافق ل 11 ربيع الأول 1434 مرقة خضرة ونستو. كوموديان فرونسي رأس مالي جبان. فما اثنين جثث معناها هما في حاله وفاه. لا هذيك خليها لليبيا. الى تكرم شهدائها وتعملهم دار للشهيد يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبه على الاقل. هذه اقوى حكومه في التاريخ السياسي. من انتم؟ لا روفي دو بريس باي كات اف ام من الاثنين للجمعه 9 متاع الصباح في كاتوريكو.